احنا يا الصين حلفاء، وهذا الشيء يخصهم هو مع امر داخلي، لانه احنا ثاني عباس مدني، ثاني كان يصلي في الجامع، بصح مجرم وليد حرام كي هو كي اللي بالحاج كي كاع عباس مدني، انه في قبره ان شاء الله ربي يحركه 600 الف مره في السكوند بواحد لا تمبيراتور يعني 300 مليون درجه مئويه. أنا فيني قاع ما تفتحوناش لي مايك من فضلكم الجماعة، باسكو الجماعة راهم في اليوتيوب راهم يسمعوا، على بالك يروح كاع الصوت كي واحد فيكم يفتح المايك هكا. من فضلكم شكرا. دونك الناس اللي راهي تهدر على لاشين وراهي تهدر على الاخر، لاشين بعيدة بزاف على الناس، بعيدة بزاف، تقولوا يحقروا راهم يديروا راهم يقتلوا. لاشين لو كان تغلق الموانئ نتاعها 50 40% من البشرية تموت بشر، الاقتصاد العالمي قاع مرتبط بالصين قاع. السيد اللي يحكي على الطوموبيل، لاشين لو كان ما تخدم لكش لي كارنيتور والطابلو طبور والفولون تاع البي ام، انت ما تقدرش تشريها، مستحيل والله ما تشريها، تولي دير 10 ملاير. التليفون اللي راك تكونيكتي بيه لي كومبوزون تاعو مخدومين في لاشين، دونك انت لاشين لو كان تغلق انت تولي للعصور الحجريه الوسطى، تعاود تولي للقبسة والخيط ومنها وقالوا وتوليك شغل بكري. ماشين المخ تاع العالم، لافريك البومون تاع العالم. مين بصح هما تيغر يعني شنو هادو؟ ماشي ما بالمناضوش صباح قال لك نخطفوا بعض الناس، وانا شفنا كزين جين بينك في الجامع في العيد مع المسلمين اللي قاعدين، على ما وراوش هذيك الصورة؟ بصح تيغر الناس ما تخطفش الغاشية هكذاك ديرهم في المحاشر. اسمع احنا شفنا هذو الناس، شفنا اوكرانيا النازيين واش كانوا يديروا في الدومباس، شفناهم شحال قتلوا على ما خرجوش هذو الناس، مع انهم هذو يعني في بعضهم على ما خرج حتى واحد هضر على الناس اللي كانت تقتل فيهم، يعني النازية في اوكرانيا، النازية الجديدة، النازيين الجدد هذو اللي نيو نازي كانوا يقتلوا في الناس في اقليم دومباس، جامي سمعنا واحد تكلم يا اخي قلتوا لنا المسلمين وانتوما وعنصريين وكذا، هام هذو كفار تاع الدونباس، هذو كفار يا اخي، قاعد دي زورتودوكس وقيله ولا كاثوليك ولا ما على باليش، هاي كانت تقتل فيهم الحكومه تاع زيلينسكي، جامي سمعناكم تهضروا يا اخي، تلعبوا انتوما تحاربوا من اجل الحياه ومن اجل الانسان، هذوك ماشي انا ماشي بشر، هذو امنيستي انترناسيونال دارت رابور في هذا الباب، حوزوه وهددوه بالقتل هو والعائله تاعو. دونك هما هذو الناس يا اكتيفي واش يحبوا ويديزاكتيفي واش يحبوا، وحنا هذا الامور هذو احنا كفرنا بهم، احنا قلنا لكم احنا يا رانا مع الصين، احنا ما نعترفوش، مع انه شوف نزيد نقول للناس حاجه باش تشوف، في الدوله الجزائريه دوله باتم معنى الكلمه وقفت مع الصين في النزاع الاوكراني الصيني تايواني، لكن الجزائر ما اعترفتش بالدول اللي انفصلوا على اوكرانيا اللي في اقليم دوباس، ما اعترفتش بهم الجزائر. كش واحد يتكلم على هذا الامر، لو كان جينا صح حنايا كيما راهم هذا العبيد، احنا من تبعوش الانفصال، احنا من ندعموش الانفصال، لكن الارض تاع تايوان هي ارض صينيه، احنا رانا مع الصين، احنا رانا مع فلسطين في حدود 48 ماشي حدود 67، اقليم دونباس على بالنا باللي هذاك الاقليم تابع للاراضي الاوكرانيه، كاين اقليه مضطهده في اوكرانيا، مع انه الجزائر بالك تساندهم لكن ما تعرفش بها، لكن الصحراء الغربيه تعم عليها، الصحراء الغربيه عندها عم عليها، الحسن الثاني المقبور ان شاء الله ربي يحشره مع الكلاب في جهنم، حسن الثاني راحوا ليه في 72 قالوا له كيفاه، قال لهم انا المشاكل اللي عندي تكفيني، انا البوليزاريو الصحراء الغربيه خاطيتني، انا ما تدخلوني، انا ديجا المشاكل اللي عندي يكفوني، لانه الحسن الثاني في 72 وفي 71 ما كانش يظن انه فرانكو راح يموت، لانه فرانكو بدا يمرض في 72، دونك النهار اللي مات فرانكو
استغل الفرصة الحسن الثاني واستولى، لأنه يموت فرانكو تستقل الصحراء، واستقلت يعني الاحتمال تاعو. نقولوها للأمانة، الحسن الثاني كان حيلي كما ذيب، أو عارف باللي يموت فرانكو هو يستولى على الصحراء الغربية. وش يدير؟ تفهم معاهم تحت الطابلة، قال لهم يا ودي فرانكو راه راح يموت، الناس اللي راهم رايحين يحكموا ورا فرانكو، انا والله ما نقول لكم اعطوني 6 مليون والجزر الجعفريه وجزر ليلى وجزر المعدنوس وجزر العكري والقصبر والاخر، وانتم ما كاش اللي يقول لي ندخل لنا نحن الصحراء الغربيه. قالوا واش دير بيها خاليه؟ قال لهم عندي هذوك اللي يتسولوا الطلابين، هذوك راهم قاعدين هنا يديروا لي في السينما، نبعثهم يروحوا يعيشوا في الصحراء. انا جاميش الدوله تحتل اراضي بالشعب، بالذراري والنساء. وريلي واحد من الناس اللي راحوا في المسيرة تاع الكلاب هذيك، وريلي واحد عنده مستوى. والله ما يسعى، كاع كانوا يتسولوا في النور، كاع كانوا في المروك طلابين كانوا يطلبوا في الشوارع. شتوا انتو ما كاش ماي باخ ولا كاش طوموبيل من الطراز العالي رايحة هكا ودايرة الباجاج ورايحة الصحراء الغربية 75؟ ما كاش رايحين يا كي الزوايل في الكاميوات، شتوهم ولا ما شتوهمش؟ نديرو لكم لي فيديو باش تشوفوا باللي هو مداش الصحراء، هو تهنى من هذو الناس، خاصة بعد زوج محاولات انقلاب عليه. دونك نقص، لو كان حتى وما كانش الحكاية تاع الصحراء الغربية والله غير كان يبعثهم لاسبانيا، لأنه خير الإسبان بين هذو الناس يا يروحوا للصحراء وتسكتوا، يا يجوا لعندكم نبعثهم لكم لاسبانيا، نشري لهم البوطيات ونطلقهم عليكم، ما تقدروش تحبسوهم. دونك سكتت اسبانيا، هاي كيفاش انت المروك الصحراء تاع الناس. احنا وقفنا ضد من هذاك النهار ليومنا هذا. احنا المشاكل تاع الجزر اللي كانوا في جنوب افريقيا ما كاش ولا واحد تكلم عليهم في العالم، ما تكلمنا عليهم، ولاو تحت السياده تاع جنوب افريقيا. الحكايه تاع واش راهو صاري في تايوان، حنايا من الناس اللي حاولنا بشتى الطرق باش نرجعوا الصين تولي هي اللي تتكلم على نفسها في الأمم المتحدة، مشي تايوان تتكلم، لأنه تايوان كانت تتكلم باسم الصين، كانت هي اللي تتكلم، كانت الصين تابعة لتايوان، سبحان الله العظيم، كانت تايوان في يوم من الأيام تتكلم باسم الصين في الأمم المتحدة. كيفاش اليوم ولاو زوج دول؟ هذه غير هنا ماشي قال عندها 4 قرون ولا 10 قرون. دونك تايوان تاع الصين، وخرج السفير قالها، والبيان تاع وزارة الخارجية قالها، والمروك ما انا الحاجه اللي محبست لي مخي، يعني انت يا ما تبانش من الارض تدخل روحك في الحكايه نتاع تايوان. تونس اعترفت باستقلاليه تايوان في الكوفيد، لو كان ماشي الجزائر جابت الفاكسا لتونس، الصين ما تبيعش الفاكسان لتوانسه، لانه توانسه اعترفوا في وقت بن علي استقلاليه يعني دوله اعترفوا بها تونس. المراركة ما اعترفوش بالتايوان لانه يخافوا من الصين، ما اعترفوش بالتايوان، سي بور سا سيو فيهم الباكسا. نقول لكم معلومه، الحكايه واحد السيد كان ذاك النهار سقساني في الخاص، نقول لك معلومه علاه المروك داروا الفاكسا قبل لي شينوا. المروك بداو لي فاكسا قبل لي شينوا، كي كانت مازال يعني مازال لي بريلافمون ما خرجوش اسكو نيجاتيف ولا بوزيتيف، كانوا الماركه جابوها الفاكسه هذه وسيوها في الشعب تاعهم. الصين عطات لهم باطل ما شراوهاش، والدراهم اللي قالوا شرينا بهم الفاكسه داهم محمد السادس شرا بهم مقصر في فرنسا. نعم، فرنسا على ما تتكلمش هذو الحقوقيين وهذو الصحفيين وهذو الناس اللي حافظوا على المال تاع فرنسا. فرنسا الله يتمد في النفقات وتنفق على المخزن في المروك، جامي سمعنا يقولوا باللي راهم يبذروا. فرنسا تنفق على المروك، احنا نعاونوا خاوتنا في الصحراء الغربية، واش نعاونوهم احنا؟ ديجا هما راهم يعاونوا رواحهم، احنا بالك رانا نعاونوهم مساعدة رمزية، واش انا نعطولهم؟ قال لك راكم تعطولهم اكثر من 400 مليار، احنا عندنا 400 مليار باش نعطوه؟ على بالك واش معناتها 400 مليار؟ 400 مليار لو كان نعطوا للصحراء الغربية 400 مليار ينحيكم من الوجود، ينحيكم يفصلكم تولوا انتوما بحر ديرك، يعوم عليكم البحر، يضربوكم بالنكليه. 400 مليار تفضل الاخ نفعي ومن بعد الاخت لاكرونو. تفضل النفعي، تفضل
احكي لها في ديتك.